التهابات مش اللسان والحنجرة والحتة دي، بيجيبوا الأنفية باللسان يعني ممكن بالقطع في الالتهابات الجناب. دي تعمل هي العكس، تكون هي سبب، ممكن هل ليهم طبعا علاقة؟ لو في مشكلة في الأنف، لحميات في الأنف أو التهابات مزمنة في الجيوب الأنفية أو انحراف في الحاجز الأنفي، والكلام ده عامل كتمة في النفس في الأنف، يعني المعيان ما بيتنفسش من مناخيره وبيتنفس من بقه. احنا ربنا خلقنا طبعا ان احنا نتنفس من مناخيرنا اساسا، يعني البني ادم المفروض انه بيتنفس من انفه مش من بقه. البق ده سكندري عشان لو المناخير اتقفلت ما يموتش، ما احنا لو ما تنفسناش هنموت. فلو العيان ده على طول بيتنفس من بقه مش من انفه، الانف وظيفتها ايه؟ انها بترطب الهواء، بتنقي الهواء من الجراثيم والشوائب وبتلطفه. ده كده خلاص الانف مش شغاله، فكل الهواء داخل زي ما هو من بره على الفم وعلى الجهاز التنفسي. اوكي. وبيحصل ايه كمان؟ بيحصل جفاف. هو ده اللي يعمل فالجفاف تعويض ده في طبعا اللسان، تقول لي كان اللعاب، لساني متعور. اللعاب وظايفه كتير قوي، من اهم وظايفه ان هو بينظف الاسنان وبيحافظ على وظيفتها. لو حصل الجفاف ده هيبتدي يبقى فيه التهابات في الغشاء المخاطي للفم واللثه، والاسنان تبتدي تتاثر. بس كده. واللسان ما هو اللسان جزء يتعور. من تجويف الفم، يعني اللسان مغطى بغشاء يعني مخاطي، لو الالتهابات حصل له اللي جفاف بتحصل، الالتهابات اللي بتحصل على اللسان دي بتكون سنان هضمي ولا اسنان ولا بتكون كل التهابات اللي على الاسنان، في التهاب فطري لسان. ممكن تكون على فطريات اللسان في التهاب فطري. الناس بتاخد مضادات حيويه كتير، الناس اللي عندها سكر، الناس اللي عندها امراض ضعف المناعه، الناس بتاخد ادويه مثبطه للمناعه، دي من الحاجات. في الناس هتصاب بالتهابات فيروسيه. طب لو هم ما عندهمش كل ده وعندهم التهابات وتعاوير في اللسان، ما هو ده امراض اخرى. في قرح فم، في قرح فم. ايه قرح الفم؟ اشهر حاجه ليها الناس اللي عندها ذئبه حمراء، الناس اللي عندهم مرض بهجت، بهسد ديزيز. طب عندنا ايه في الجهاز الهضمي؟ مرض بهجت ده اسم على غير مسمى. هو اللي اكتشفه كان دكتور تركي، عشان كده اسمه متسمي باسمه بهجت. متسمي باسمه يعني هو دكتور بهجت، بس اكتشف لنا حاجه حزن الحزن. اللي عندهم حساسيه القمح، واللي عندهم التقرح القولوني وكرونز. طيب في ناس عندها فيروس سي بيجي لهم نوع من الامراض اللي تعمل لقرح الفم، حاجه اسمها لايكن بلانس. وفي حاجات جلديه بقى، بيبقى في بؤر جلديه، وفي يعني حاجه اسمها بانفيجاس وبانفيجويد، دي حاجات مناعيه خطيره في الجلديه. وفي واحد خد دواء عمل له مرض اسمه ستيفن جونسون، كانه جاله حرق في الفم. وفي من الاسترس. طبعا في ستريس، اشهر اتنين ستريس على فكره اللي بيزود مشاكل الاسنان البكتيريا الاسترس. تخيلي النمو بتاع البكتيريا، السكر والستريس اسوء اتنين من اللي احنا حكيناهم كلهم. نبحث عن السكر والستريس. قبل ما نبحث عن اي حاجه هنيجي للدكتوره، بس نسمع الدكتور. الناس اللي بتدخن